مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا في كل مكان. ودلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الدينية الأسبوعية زي ما احنا متعودين مع حضراتكم كل يوم جمعة. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا وبيشغل بالنا كلنا وبنبقى مش عارفين ازاي ممكن نستفيد. الإسلام دايما بيسعى انه يحقق الاستفادة القصوى من الإنسان، مش بس كده، كمان يوظف طاقاته خبراته يستثمر وقته، وهو دي النقطة المهمة. ده كله طبعا من أجل البناء والتنمية بالشكل اللي يعود عليه بالنفع، بالشكل اللي يفيده هو شخصيا ويفيد أسرته ومجتمعه ووطنه أكيد بشكل كبير. واهتمام الإسلام كان واضح جدا بقيمة الوقت لما جاء في القرآن الكريم في قول المولى سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن قيمة الوقت، إزاي ممكن نستثمر وقتنا في ظل العصر وتطورات العصر وناس كتير جدا بتقضي وقت كبير قوي على السوشيال ميديا أو في أشياء غير مفيدة. كل ده نعرفه إن شاء الله من ضيفنا اللي منورنا في استوديو صباح البلد، دكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. صباح الفل حياتك دكتور عبد الغني، منورنا وكل عام وحياتك طيب وسعداء بوجودك معانا في أول حلقة بعد أجازة عيد الفطر المبارك. أهلا وسهلا بحضرتك وبرحب بحضرتك وكل السادة المشاهدين، وان شاء الله تعود علينا الايام بالخير والبركات ان شاء الله. دكتور عبد الغني، الحقيقه ان الناس كتير ما بتبقاش منتبهه لقيمه الوقت، والوقت بيساوي العمر، لان كل دقيقه بتعدي هي من عمر الانسان. فازاي ممكن نستغل وقتنا بشكل مفيد، وازاي الاسلام نظر لهذا الشان، خاصه في ان احنا في ظل تطور العصر؟ حضرتك عارف ممكن ناس كتير جدا تقضي وقت كبير قوي على السوشيال ميديا وفجاه تحس ان اليوم خلص بدون اي انجاز وبدون اي انتاج. ازاي ننتبه للنقطه دي؟ صحيح. هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو في الحقيقه زي حضرتك يمكن اشرتي ان الوقت ده احد الفرائض، فريضه في الإسلام، وهو أحد الفرائض اللي لا تؤتى الفرائض الكبرى إلا فيها. بمعنى لما حضرتك تيجي مثلا للصلاة، إن الصلاة كانت على المكتبة موقوتة، الصلاة لها وقت، مثلا الحج له ميقات وأيام معدودات الإنسان بيحج وبترتيب معين وبشكل معين، الزكاة بعد مرور الحق لها الوقت، هذه الفريضة موجودة انه لابد ان يمر العام وكذا، فلها علاقة بالوقت. الصيام هتجدي ان الصيام يأتي في شهر رمضان، مزبوط. وقت يعني والوقت بيبقى له رؤية ويبقى له رؤية لنهاية الشهر، و الناس تصوم حتى يعني من الفجر حتى غروب الشمس وقت، الفجر وقت والمغرب وقت. ستجدي أن هذه الفريضة موجودة في كل أركان الإسلام، يعني نتحدث هنا عن أركان الإسلام الأربعة، هي موجودة في كل ركن من أركان الإسلام الأربعة. هل يستطيع إنسان مثلا أن هو يصلي في غير وقت الصلاة؟ ما ينفعش. مستحيل طبعا. أو في كتابة موقوتة في وقت لما ما يكونش موجود فيه عرفة، في يوم يوم عرفة، فلما الناس طول الوقت الجبل موجود، هل تستطيع الناس أن تذهب إلى جبل عرفة إلا في هذا اليوم؟ فهو وقت معلوم. ثم بعد ذلك الحياة، يعني كما قال الرجل العربي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، يعني دقات القلب بتاعت الإنسان اللي هي بين جنبيه، اللي هو مناط التكليف في كل أمر يتعلق بحياة الإنسان، بتقول له إن الحياة دقائق وثواني، الحركة بتاعت دقات قلب الإنسان. فعشان كده الوقت في الإسلام هو فريضة، هذه الفريضة موجودة في كل الفرائض، في كل، إذا أردت أن تتحدثي عن أركان الإسلام فتجدي أن الوقت موجود، إذا أردت أن تتحدثي عن الأمور التي تتعلق بحياة الإنسان فتجدي أن الوقت موجود. طب إحنا
ازاي نعظم من قيمته؟ طب دكتور عبد الغني، ان احنا كمان يمكن عندنا ان شاء الله ربنا يوفق كل طلابنا في المراحل التعليميه المختلفه، عندهم امتحانات ودايما بيبقوا ما عندناش وقت، مش لاحقين. تيجي تسال حد مثلا في شغله يقول لك ما لحقتش اخلص ده عشان ما عنديش وقت. هل فعلا الوقت ما بقاش فيه بركه؟ لان في ناس تقول لك زمان الوقت كان فيه بركه، دلوقتي الوقت ما فيهوش بركه، ولا هي البركه دي بتيجي من اعمالنا احنا وافعالنا احنا؟ هو كان في قول خالد للشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمه الله في مساله البركه والوقت بيعدي بسرعه والوقت ما بيعديش بسرعه، انا بعتبره ان هو قول خالد وكافي وشافي وبيوضح الحاله دي. كان الشيخ عليه رحمه الله يقول ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بنظريه معادله هندسيه اسمها اذا زاد ذراع القوه قل ذراع المقاومه. فالناس زمان عشان حضرتك مثلا كنت تنوري مدينة زي مدينة اكتوبر كان كل عمود لازم يطلع واحد ينوره، دلوقتي حضرتك بدوسة بسيطة بتنوري كل المدينة. حضرتك مثلا دلوقتي في الانتقال، الزمان كانت الامور المتاحة بالنسبة للناس الخيل والبغرة الحمير في الانتقال، دلوقتي بقت وسائل الانتقال سريعة جدا. فكأن ربنا سبحانه وتعالى لما بتزيد حاجة بتقل حاجة أخرى. لما بيزيد فكرة سيطرة الوقت تجد أن الأمر مختلف، تجد أن الإنسان زمان كان عشان خاطر ينتقل من مكان لمكان كان بيبقى سيرا على الأقدام، فتلاقي المستوى الصحي بتاعه اختل، المستوى الصحي اختلف. فهو أنا بعتقد أن مسألة الوقت عشان ما نقعدش يعني فكرة البركة في الوقت ومسألة البركة في الوقت، لأن البركة ستظل موجودة أبد الأبدين وستظل موجودة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، وستظل ناس تشعر بهذه البركة في الوقت طالما أنه هو بيعمله صح، وطالما أنه هو بيعمله بيقسمه وبيستثمره صح بالظبط، وطالما أنه هو بيعمله كمان بالطريقة اللي يرضى عنها ربنا سبحانه وتعالى ويرضى عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرضى عنها الإنسان العاقل المكلف. بمعنى ان حضرتك لما تيجي في التكليف حتى بالنسبه للناس في التعامل التجاري تجد ان هو له وقت له سن. لما تيجي حضرتك تتعاملي مع الناس في السوق وفي الاوضاع التجاريه وفي كذا وفي كذا في الاسلام له سن. في الارتباط في الجواز وبناء الاسر الاسلام عشان كده في فرق بين الوقت. الوقت هو امر عام موجود في كل الحياه، لكن الفكره اللي حضرتك بتقصديها هي فكره تنظيم هذا الوقت، كيف ينظم الانسان هذا الوقت. ستجد حضرتك ان الانسان اللي هو تتبع الطريقه اللي ربنا سبحانه وتعالى لو احنا خدنا عباده مثلا زي عباده وركن من اركان الاسلام زي الصلاه، هتجد ان الاوقات لو الانسان دار في نفس الدائره اللي بتدور فيها الناس زمان، يعني كان بيبدا من بعد صلاه الفجر، فمن بعد صلاة الفجر يبدأ يومه ينطلق إلى العمل، يبدأ العمل، وبعد كده بيبدأ بيه مثلا لوقت الظهيرة، وبعدين من وقت الظهيرة لو هو في أعمال صعبة أو مستمرة بتبقى بعد كده موجودة، وبعدين بعد كده وقت الغروب، وبعدين يجي على الناس الوقت اللي هو بتاع أنه كان في وقت مبكر، فكان يعني ما ورد عن سلفنا الصالح كانوا يقولون في الصحيان بدري البركة في البكورة يبقى فانا منعت نفسي ان انا اشعر باليوم لما بدات مصحش متاخر غير بعد الظهر مثلا بالظبط مصحش بدري في ناس بتصحى العصر كمان يعني. فالاثر بتاع البركه بيظهر في ايه؟ بيظهر في التنظيم. عشان كده لما انا زي ما قلت لحضرتك فرضيه زي فرضيه الصلاه هتجدي ان التنظيم اللي موجود فيها هو اللي بيعمل البركه في الوقت بيعمل بركه في الوقت. لكن هو لما يستيقظ في وقت متأخر طب ما هو هيبقى اليوم الساعات بتاعت اليوم انقضت. وحضرتك لما تيجي تطبقي اليوم ما هو اليوم ده عبارة عن الأسابيع وعبارة عن الشهور وعبارة عن الأعوام اللي الإنسان بيعيشها، فيبقى في النهاية الحياة بتاعته حياة. طيب نيجي نعكس دوت كمان على حاجة مهمة جدا في حياتنا. الوقت مظهر من مظاهر الشعوب المتحضرة احترامهم للوقت، يعني احترام الوقت واحترام التوقيتات ده مظهر من شوفي اللي هو سبق الاسلام ان الصلاه كانت على مكتبه موقوته فيبقى بيعبر عن ان كانها مظهر في العباده. هي ايضا مظهر من مظاهر الحضاره. ان الشعب المتحضر هو الشعب الاكثر احتراما للمواعيد. طب نيجي نطبق دوت على حياتنا، هل احنا
كل واحد فينا بيسأل نفسه، هل احنا بقينا نأدي نروح مواعيدنا للناس منضبطة؟ ده كمان في نقطة كمان دكتور عبد الغني تانية إلى جانب عدم الانضباط في الوقت عند البعض، كمان في ناس اللي بتحب تسوف، يعني فكرة إيه أنا هأجل ده لبكرة، طب لا لبكرة لا لبعده، المشكلة هنا بتبقى فين؟ هو أنا بقول لحضرتك، هو الأمر الذي يتعلق بالتنظيم هو أمر تعليمي تراكمي. يعني احنا لو من المراحل، شوفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تيجي انت مثلا في بتأمري بالصلاة، عمل وقت مروا ابنائك بالصلاة وهم ابناء سبع، شوفي في وقت. الفكرة التعليمية وتعليم التنظيم هو امر تراكمي، هو امر بيبدأ من الأسرة، حتى من قبل مرحلة التعليم ومن قبل مرحلة الدراسة، هو امر بيبدأ بشكل تراكمي. وانا زي ما بقول لحضرتك، يعني ده اغرسه في الطفل من البدايه دكتور عبد الغني، ده اللي حضرتك تقصده. لازم بص حضرتك، ده ما بيجيش الامر التنظيمي ما بيجيش في امر من الامور، هو لو بقى امر تنظيمي من البدايه هيبقى امر بعد كده اعتيادي بالنسبه له، مش هيشعر بيه، وهيبقى هيبقى بينفذ. في ناس حضرتك كتير جدا في الزمن بتقابليهم، على الرغم من تاخر الناس في المواعيد وعلى الرغم من كذا، بتلاقيهم منضبطين جدا في المواعيد اللي هو موجود فيها. يعني قصدي حضرتك ان هم ما بينسقوش مع باقي المجتمع، مثلا يقول كله بيتاخر طب ما انا كمان اتاخر معاه. لا ده في ناس بقت تعتبر ان التاخير ده مظهر من مظاهر ان هو مهم. يعني حتى دكتور عبد الغني كده فكره التزامنا بالوقت هو عباده الالتزام. ما هو حضرتك انا لما ادي حضرتك موعد، ان انا الموعد الساعه 12 وانا بلتزم، ما ده معناها بين قوسين صدق، اللي هو الاسلام نهى ان ممكن الانسان يرتكب العديد جدا من الاثام، لكن لم يسمح له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان يكون كاذبا في انه يكذب. الامر ده لما ينطبق على، تخيلي لو الامر اللي احنا بنتكلم عليه البسيط ده انطبق على سلوك الناس في الشارع، في مساله احترام اشارات المرور، في مساله احترام الاوقات اللي هي تتعلق بالعمل، في مساله احترام مرور الناس، يعني ان الناس يبقى فيه سيوله في مساله ان هم يمروا. لو احنا مساله تنظيم الوقت انطبقت على الحياه بكل التفاصيل، لان الوقت زي ما انا قلت لحضرتك دي فريضه غائبه موجوده في كل التفاصيل، لان ما فيش تفصيله من التفاصيل اللي بتمر في حياتنا، سواء فيما يتعلق بالعباده، سواء فيما يتعلق بالمعاملات داخل الأسرة، سواء فيما يتعلق بالمعاملات في الأسواق، سواء فيما يتعلق بالمعاملات في الشركات الاقتصادية الكبرى، سواء فيما يتعلق بالمعاملات حتى في القنوات وفي الإعلام وفي أي شيء، لازم تلاقي فيه عنصر مشترك في كل العناصر، فريضة موجودة في كل العناصر دي اسمها الوقت. الوقت احنا عشان نطلع حضرتك نطلع هوا بوقت محدد، مزبوط. ان احنا هنطلع هوا من وقت الساعة معين كذا ودقيقة كذا وبعد وهننتهي في الوقت المعين. فعشان كده احترام هذه القيمة هي منظومة، لو يعني استطعنا ان هي نضبطها هتنضبط منها كل القيم اللي هي موجودة فيها. يعني لو الانسان استطاع ان هو يضبط هذه القيمة ويعمل لهذه القيمة نظام، زي ما حضرتك اشرت، الطالب لابد انه يبقى فيه عنده وقت للمذاكرة بيقدسه وقت محترم، لابد انه يبقى فيه عنده وقت كمان انه يصلي فيه، وقت كمان العبادة والرياضة، انه يبقى فيه رياضة، انه وقت يمرح فيه، فكرة وقت يكلم الوقت فيه اصدقائه. اسمح لي دكتور عبد الغني، هو الانسان ما بيعيش مفرده. صحيح. يعني في النهاية احنا بنتعامل في الحياة، اما في العمل او في الحياة مع الاهل او حتى في مع الاصدقاء او المحيط، حتى بصرف النظر معارف او غير معارف، اوقات كتير بنتعامل مع ناس ما عندهاش فكره تقديس الوقت زي ما حضرتك بتقول، وفكره احترام الوقت واعتباره عباده. في ناس بتهمل هذا الامر، ودول الحقيقه في حياتنا ممكن نلاقيهم كتير. ازاي انا احافظ على نفسي واحافظ على فكره احترامي لقدسيه الوقت اللي هياثر بعد كده على الانتاج، وهو جزء برضه من عباده الرحمن؟ ازاي انا احافظ على المفهوم ده واطبقه في مجتمع ممكن يكون في المحيط بتاعي ما بيحترمش قيمه الوقت؟ بص، هو احنا يعني مش هنقول في امور جديده، ولكن العالم والامم المنضبطه وصلت لثلاث امور في غايه الاهميه. هو في امرين احنا بنزيد عليهم في امر ثالث، يعني بناء على طبيعتنا وبناء على طبيعه شعوبنا. الامر الاول يتعلق بمساله مهمه جدا، وهي مساله الثواب والعقاب. لابد ان يكون من بدايات التعليم ومن بدايات التربيه في الاسره في ثواب وعقاب لمساله احترام الوقت. لان من امن العقاب اساء الادب. بالظبط، خصوصا فيما يتعلق بمساله الوقت. ثالثا،
لابد ان يكون هناك نموذج عملي الانسان شايفه قدامه. الفكره بتاعت الكلام طول الوقت ان انت فاكر ان انا هعلم ولادي ان انا اقعد اكلمهم من غير ما انا اكون قدامهم بدي هذا النموذج وهذا المثال، ده امر لن يحدث. بيتعلموا من الافعال اكتر من الاقوال. لابد ان احنا الصوره الفعليه المنقوله بالعين لابد ان تشاهد صوره منضبطه، صوره محترمه، صوره ان هو بيوصل في مواعيده، لما هو حتى بيوعد ابنائه داخل البيت لابد ان هو يكون ملتزم معاهم، لابد يكون فيه لو في وعد في امر معين لازم يكون ملتزم به. الامر الثالث وده امر بيخصنا احنا وهو امر في غايه الاهميه، لابد ان احنا ننتقل من الفكره الروتينيه لفكره العباده. العباده الامور التعبديه، لا العباده مش الامور التعبديه بس، الامور الحياتيه امور عباده، امور تتعلق بالعباده. كل ما كل ما يتعلق بصالح الانسان هو يتعلق بعباده الانسان، كل ما يتعلق بتنظيم حال الانسان هو يتعلق بالانسان، كل ما يتعلق بنظافه الانسان يتعلق بالانسان، كل ما يتعلق بالعلم وبالبحث العلمي وبحاله الرفاه وبحاله الصحه وبالحاله العامه للانسان هو امر تعبدي. لابد ان نقول عندما نخاطب الناس بالنسبة للدعاة وبالنسبة للمحاضرين وبالنسبة للأساتذة في المدارس وفي الجامعات فيما يتعلق نحن نتحدث عن عبادة. مظبوط. وهنا في بعض الناس غايب عنهم يا دكتور عبد الغني محاسبة ربنا سبحانه وتعالى لينا في الآخرة عن عمرنا اللي هو صحيح. وقتنا صحيح. يعني الناس غايب عليها فكرة انها يتحاسب على وقته، فممكن يقعد في حاجات كتير بيعملها بلا فايدة ولا طائل. انت شفت حضرتك وانت بتقولي يوم القيامة اسمه يوم الحساب. مظبوط. الحساب يعني وقت، يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى الوقت المعلوم وصفه بهذا. زي ما انا بقول لحضرتك كده، هذه فريضه موجوده في كل الفرائض وفي كل العبادات، وعدم احترامها شوفي حتى لما جت مظهر من مظاهر الرحمه عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يجي من صلب الناس فليخفف وقت. بيتكلم على مظهر من مظاهر الرحمة بالوقت. هتجدي أن هذه القيمة موجودة في كل القيم، بل في كل العبادات، بل في كل حياة الإنسان اللي هو بيعيشها. عشان كده الإنسان لو هو يعني نظم هذه القيمة ووضع هذه القيمة في القدر المحترم بالنسبة له اللي هي تستحقه في حياة الإنسان، كل ما يتعلق بحياة الإنسان هتستقيم. هينصالح. في نقطة كمان دكتور عبد الغني، إن في بعض الناس عندهم وقت فراغ، وقت الفراغ ده على قد ما ممكن يكون نعمة كبيرة جدا لبعض الناس إزاي تتعامل معاه، ممكن يكون نقمة كبيرة جدا، وعدو الإنسان هو الفراغ. صحيح. فإزاي الناس اللي عندها وقت فاضي، لأن أوقات بيقولوا مثلا أو بيتحججوا إن عندي وقت فاضي مش مشكلة، يعني مش لازم أعملها دلوقتي، أنا مش مرتبط بوقت أو مش لازم أعملها في الوقت الحالي. فإزاي فكرة التعامل مع وقت الفراغ؟ هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة حذر من الكلام، وقال صلى الله عليه وسلم نعمتين مغبون منهم الفراغ. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه. ليه؟ لأن مفيش إنسان موجود في الكون يستطيع أن يضمن أن هو يعيش لحظة إطلاقا. دي فلسفة أن الإنسان يحافظ على كل ثانية في حياته، أن هو مفيش حد يستطيع أن هو يقول أن أنا هعيش لبكرة، ان انا ما اؤديه استطيع ان انا اؤديه بعد ساعه، ان انا ما اؤديه استطيع ان انا اقدمه بعد 5 دقائق او بعد دقيقه او بعد ثانيه. وهنا برضو نقطه الناس اللي بتجمع الصلوات مع بعضها، مش ده ما هو الانسان لابد ان هو يسال نفسه هذا السؤال، هل انا استطيع ان اضمن لنفسي ان انا اعيش؟ لا طبعا ما يقدرش. طب طالما ان هو الانسان ان هو لا يستطيع، يبقى ما ينفعش الحقوق سواء فيما يتعلق بحق المولى سبحانه وتعالى، سواء فيما يتعلق بحق نفسه، سواء فيما يتعلق بحقوق الناس، سواء فيما يتعلق بحقوق اللي انت بتقوم على رعايتهم او المسؤول عنهم في حدود الموظف، الموظف اللي هو بيستسهل او المسؤول اللي هو بيستسهل. فوت علينا بكرة. ان الناس ان هو يقول للناس طب تعالى بكره. فوت علينا بكره. او يقول للناس انا انتظر كمان شويه لحد ما وقت العمل ينتهي وبعد كده يمشي. هذا جرم. يحاسب. هذا جرم، وهذا الجرم ستحاسب بين يدي المولى سبحانه وتعالى. نحن زي ما انا قلت لحضرتك، انا اتحدث هنا عن الوقت فريضة. يساوي فريضه، نحن نتحدث عن فريضه، وهذه الفريضه لابد ان تكون موجوده في كل الفرائض وفي كل العبادات وفي كل المعاملات، ولا بد من مساله وضع ثواب وعقاب سواء في الدنيا، او لابد ان نعلم ان هناك ثواب وعقاب
بين يدي المولى سبحانه وتعالى. ولا بد لمن يعلم الناس او ينصح الناس او يكون في حديث مشترك مع الناس ان يحيي هذه القيمه. يعني مثلا الشيخ وهو بيتعامل مع طلابه او مع الناس اللي هو بيتعامل معاهم في البلد، لا بد من احياء هذه القيمه في المعاملات. يعني هو كاتب في الجدول بتاعه ان الدرس مع الناس هيبدا الساعه 3:30، يبقى الساعه 3:30 فكره الانضباط دايما مرتبطه باحترامنا للوقت. لابد يعني انا ما ينفعش ان انا اجي حضرتك في الحلقه واتكلم عن الوقت وانا اتاخرت عن الميعاد بتاع الحلقه. وهي دي الصوره الفعليه. هذا امر زي ما قلت لحضرتك لابد ان يكون موجود في الصوره، ولا بد ان نهتم بهذه الفريضه كاهتمامنا بالفرائض اللي هي الصلاه والزكاه والحج، لانه امر فيه عقاب من الله، ولانه امر فيه حساب من الله سبحانه وتعالى، ولانه امر يعبر عن حضاره الانسان وتحضر الانسان واحترام الانسان لنفسه واحترامه لتعليم المولى سبحانه وتعالى ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاه واتم التسليم. وبشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه على توصيف الوقت بانه فريضه، وده اعتقد هيخلي ناس كتير جدا تحس قد ايه مدى اهميه الوقت، وان هو احترام الوقت جزء من حسن عباده المرء لربه سبحانه وتعالى. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، نورتنا وجمعه مبارك على حضرتك. شكرا. بشكركم مشاهدينا على المتابعه. بكده بتكون انتهت فقرتنا وكمان انتهت حلقتنا. ان شاء الله بكره هيتجدد لقائنا مع حضراتكم في صباح جديد وفقرة دائما مختلفة ومتنوعة من صباح البلد. سلام عليكم.